عودة مجددا مشاهدينا. السيد شيخي، ربما كنا تكلمنا على مؤتمر الصمام لكن لم نتكلم على وثائق وأرشيف الولاية الثانية اللي كان السيد علي كافي ربما قائد عليها. يعني فيما يتعلق بأرشيف الثورة، فيه أرشيف سلم من الأرشيف الوطني وموجود في الأرشيف الوطني ومتاح في أغلبيته، ويعرف الجميع بأن التحفظات التي يمكن أن تكون بالنسبة لتسليم بعض الوثائق للباحثين فإنها تقوم على أساس المحافظة على سمعة الأشخاص وأسرار الدولة. هذه الشروط التي يمكن أن تقف عائقا فيما يتعلق بتبليغ الأرشيف للباحثين. فيما يتعلق بأرشيف الولايات والولاية الثانية من بين الولايات، والولاية الثانية التي كان على رأسها المرحوم علي كافي، هذا الأرشيف هذا موجود في الأرشيف الوطني ولكنه ما زال بيد وزارة الدفاع ولم يسلم بعد في تسييره للأرشيف الوطني، وسيسلم إن شاء الله، وعدنا بهذا، سيسلم لست أدري متى، ولكنه الآن موجود في مقر الأرشيف الوطني. طيب السيد شيخ، وهذا غير متاح الآن للأرشيفيين للباحثين. للباحثين السيد شيخ، لما نتكلم عن كتابة تاريخ الجزائر المعاصر، نعم، تاريخ الجزائر المعاصر ما فيش ربما غير مرحلة الثورة، لكن ماذا يوجد ما في مرحلة ما بعد الاستقلال؟ هل فيه يعني حقيقة مؤرخين أو كتاب تاريخ أو مادة تاريخية لمرحلة الجزائر بعد الاستقلال؟ في علمي أن بعض الباحثين، بعض الطلبة قدموا رسائل سواء تخرج بالنسبة للليسانس أو للطور الثالث أو لرسائل دكتوراه في قضايا تتعلق بتاريخ الجزائر ما بعد استرجاع السيادة الوطنية. فيه مثلا من تناول الإدارة، إدارة الجزائر بعد استرجاع السيادة الوطنية مقارنة بما كانت الإدارة عليه في مرحلة الاحتلال، وتبرز هذه الدراسات التطور الذي طرأ على إدارة شؤون البلاد، من تنظيم بلدي، تنظيم ولائي، تنظيم دولة، إحداث المؤسسات الكبرى، إحداث، لأن ما كانش عندنا برلمان مثلا، تاريخ البرلمان في الجزائر بعد الدستور 63 وما جاء بعدها. لكن فيما يتعلق بالأحداث السياسية، الأحداث السياسية الكتابات قليلة، يعني تحدث عن الكتابات، كتابات المؤرخين. أما المحللين السياسيين فقد كتبوا الكثير من الكتابات قد يحتاجها المؤرخ ولابد أن يحتاجها، لأنها ما هيش تاريخ فهي تأريخ، يعني يتتبع الأحداث مرحلة بعد مرحلة، ويمكن للمؤرخ أن يجمع هذه المادة. مثلا لو خطر إحنا رانا ننظر لعمل المؤرخ، ولكن يجب أن ننظر كذلك إلى عمل العلوم الاجتماعية ككل. مثلا في علم الاجتماع، من يدرس تطور المجتمع الجزائري إبان فترة الاحتلال ثم يأتي لتطور المجتمع الجزائري بعد استرجاع السيادة الوطنية، فهذا يعتبر علم اجتماع وكذلك يعتبر تاريخ. طيب سيد شيخي، ربما نتكلم عن المذكرات، هل هي يعني مصدر التاريخ، مصدر هل تعتمد عليها الأرشيف الوطني، يعتمد على هذه المذكرات الأرشيف الوطني لا يعتمد شيئا. الأرشيف الوطني عليه أن يوفر المادة للمؤرخ. هل المذكرات هي مادة للمؤرخ؟ هذه المذكرات تصبح أرشيف إذا سلمت المسودة الأولى، مثلا ما كتب باليد أو ما قدم للطباعة. هل تسلمتم من قبل المسودة؟ لم نتسلم أي شيء في هذا الموضوع، ونحن نشتري